لم أشبع منك بعد يا ولدي. لا أريد أن تفوتني دروس كثيرة يا أمي. اشتاق للشيخ الأوسني يا ست أم محمود، فهو لا يطيق عنه بعدا، لدرجة أنه لا يريد أن يبقى معنا أياما أخرى. إنه حبه، أقصد أن أخي رضوان يحب العلم. هكذا أنت دائما يا محمود، تحب المزاح، لكن لا بأس. أوصيك بأن تنصرف إلى عملك ومستقبلك، ولا تعارض نفسك للمتاعب مع الشلبية. اسمع كلام أخيك يا محمود. حاضر. بركاتك يا شيخ رضوان. استغفر الله يا محمود. استغفر الله. رضوان، هذه هي الزوادة التي ستأخذها معك. لا تنسى إهداء بعض منها إلى الحبايب. إلى الحباب يا رضوان. سمعت يا محمود، سمعت. أتعبت نفسك كثيرا يا أمي. أمك أصرت أن تعمل لك زوادة بها سم وعسل وجبن وأشياء أخرى كثيرة ترم بها عظمك، وسأدعو الله العلي القدير ألا تهاجم اللصوص المركب الذي ستعود بك إلى القاهرة، وإلا حرمت من كل هذه الخيرات. فلله ولا فهلك. دعواتك يا أمي. قلبي يا دنايا يدعو لك ليلا ونهارا. توقعت أن تسعى لرؤيتي اليوم بدل من أن أأتي أنا لأراك. ولما اليوم بالذات؟ ألا تعلم أن اليوم هو عيد ميلادي؟ حقا؟ إن كان يهمك لكنت تذكر. أنا أسف يا لورا، ولكن في بلادنا لا يحتفلون بأعياد ميلادنا. لكنه عيد ميلادي أنا يا محمود. أسف يا لورا. سأفترض أنك أتيت إلينا لتترك على بابنا وتقول لي هابي بيرثداي تو يو. تكلمي عربي من فضلك. أنا أفهمك دون أن تتكلم. هذه فراسة أبناء التيمز كما تحب أن تطلقون على الإنجليز. نعم، وإن كان أبناء النيل أكثر فراسة من أبناء التيمز. المهم أنت مدعو الليلة على العشاء معنا بمناسبة عيد ميلادي. اعلمي أنني لا أحب إلا الطعام المصري. من حسن حظك أن أبي تزوج من مصرية لتعلم ابنتها كيف تطهو الطعام المصري. المية تكدب الغطاس. هتشوف. استغفر الله. لا لا، أرجوكم أنا لا أقبل تقبيل يدي، إني أعطيكم من فضل الله. تفضلي. العطايا فيما بعد وتوزعيها عليهن في حديقة القصر يا رباب. أمر سيدتي. انصرفي الآن. للقصر حرمة يا هانم. وعلى فعل الخير يجرح حرمة القصر أم يزيده بركة يا مربي؟ لا أريد هذه البركة. ثم من أذن لك لتتصرفي بما تعطينه لهؤلاء النسوة؟ قال الخير لا يحتاج إلى استئذان. ثم إن ما أعطيه من حر مالي. أنا هنا السيد، وإذا كان لديك فائض فليضم إلى ما أملك، ولا تنسي أني أملكك وما تملكين. نبذل الجهد والعرق وأحيانا الدماء في جمع المال، وأنت تبددينه على هؤلاء الشحاتين. ليسوا شحاتين، إنهن أرامل محتاجات. لست مسؤولا عن سد حاجتهن. الوالي مسؤول عن الولي، والراعي مسؤول عن الرعية. أفسد عقلك ما تقرئينه،
وما يدسه في أفكارك هؤلاء المجاذيب الذين تجالسينهم ويسمون أنفسهم علماء في الدين. ليتك تشاركني في القراءة أو في مجالسة من تسميهم بالمجاذيب. أنا يا خاتون؟ نعم أنت يا مراد، لو فعلت لجلوت الصدع عن نفسك الذي يكسوك بمثل تلك الفظاظة وينسيك أي مشاعر نبيلة. جرب أن تكون مرة إنسانا يا مراد. إنسانا؟ حذاري يا امرأة، فصبري لن يطول على ذلاقة لسانك. وهكذا عدت إلى التهديد، مع علمك أني لا أخاف من التهديد. صبري لن يطول عليك؟ دعك عني. تستغلين حبي لك يا امرأة. وهل يعرف قلبك معنى الحب؟ الحب أعرفه وأتلظى بناره. ليس حبا بل رغبة، وشتان ما بين الاثنين. إلى متى تسقينني اللوعة؟ إلى متى؟ إلى أن يظهر فيك الإنسان. وما أنا إذن من وجهة نظرك يا امرأة؟ وحش في صورة آدمي، كل همك أن تشبع شهواتك، شهوة التحكم والتسلط، شهوة جمع المال وسفك الدماء، شهوة الجسد وشهوة إذلال الآخرين. كفى كفى، وإلا أطحت رأسك بحد خنجري هذا. تستطيع بالفعل أن تطيح برأسي كما أطحت برؤوس مئات المئات من قبل. ألا تكفين؟ وهل بعد الصفع إلا القتل يا مراد؟ لقد دفعتني إلى أن أفعل ما لا أريد. لماذا تجعلينني دائما أنطح الصخرة برأسي حتى يدمى؟ لماذا يا خاتون؟ كفاك حزنا يا سيدتي، بالله عليك كفاك حزنا. إنني لا أكرهه يا رباط كما يعتقد، ولكني أكرهه في ما هو فيه. اهلا 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 بالحاج زهران شيخ تجار رشيد. السلام عليك يا حاج محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف الحال يا حاج؟ الحمد لله، تفضل تفضل. هنا احسن. الشاي والنرجيلة يا ولد. اهلا اهلا وسهلا. خطوة عزيزة يا حاج زهران. اهلا اهلا يا سويلم. الحقيقة زيارتي لها سبب يا حاج. انت تعلم ان لي عندك دينا كبيرا. 100,000 ريال، اليس كذلك يا حاج؟ نعم اعلم. وموعد السداد المتفق عليه قد حل منذ فترة كبيرة، أكثر من 8 شهور، أليس كذلك يا حاج؟ نعم. وأنا قد رهنت الوكالة مقابل هذا الدين، وأنا على أتم استعداد لرده إن شاء الله. أنت تعلم يا حج أن التاجر منا لابد أن يكون معه رأس ماله، وإلا فتلك خسارة أنا الذي أتحملها. وأنت تعلم يا حج زهران أن تجار الشام أخذوا الأرز ولم يسددوا ثمنه حتى الآن. هذه ظروف تخصك أنت وحدك، وأنا عبد لظروفي. ثم علينا التزامات كثيرة كما تعلم. ملاك الأراضي الذين يزرعون الأرز ومعظمهم من الملتزمين،
والمماليك يأخذون ثمن الأرز وهو نبات أخضر في الغيطان، ونحن ندفع لهم ونشتري الأرز ثم نؤجر الفراكات ونقوم بدرسه وتبييده لنسلمه لك ولغيرك من التجار كي تتاجروا وتربحوا. لابد من استرداد رأس مالي كي أربح أنا الآخر، وإلا توقف حالي وبار مالي. لا تؤاخذني إذا كان قولي غليظا عليك. أمهني بعض الوقت يا حج زهران. طالت مهلتك يا حج، وأخشى أن يحذو حذوك باقي التجار. هيا بينا أسويلا. هيا يا والدي، لم يعد هناك مزيد من الكلام. وماذا ستفعل يا حج؟ الفعل فعل الله. أخشى أن يلجأ للقاضي ويستولي على الوكالة والدار وعلى كل ما نملك وفاء للدين. يا لهوي، الأمر لله، يفعل ما يشاء. ألا يعطيك مهلة أخرى؟ رفض، وكان رفضه هو وابنه سويلم قاطعا. الأفضل أكلها ساخنة. لابد أن تعلمي والدتي كيف تعمل مثل هذه الفطيرة. ولماذا؟ كلما اشتهيت أكلها تعال لزيارتنا. لورا ماهرة جدا في صناعة الحلوى، ورثت هذه المهارة عن المرحومة أمها. ولكني أتقنت كعكة الليلة خصيصا لأنها بمناسبة عيد ميلادي. كل سنة وأنت طيبة. إذن لنأكلها بهذه المناسبة. ماذا تفعلين يا لورا؟ بالسكينة أفضل. بيدي أحسن، ولدينا مثل يقول بيدي لبيد عمرو. ومن عمرو هذا؟ لا أعرف. محمود. نعم يا خواجة. أحيانا أحس بأنك قريب مني أكثر من كونك تعمل معي. تقصد أعمل عندك يا خواجة؟ لا لا لا، أنا لا أعتبرك عاملا عندي في المحل، بل أعتبرك شريكا فيه. أنت رجل طيب يا خواجة. هل يا ترى كل الإنجليز طيبون مثلك ومثل لورا؟ كل شعب فيه الطيب وفيه الشرير. من حسن حظي أنني أتعامل مع النوع الأول. الشاي سيبرد يا محمود. ما رأيك يا سليمة؟ وهل يحتاج القمر لأن نقول له إنه قمر؟ حقا يا سليمة، غدا حفل كران بنت الشيخ فضل، وأريد أن أكون أجمل من هناك. أنت أجمل من في بر مصر كله. وطبعا سيكون هناك سيدي محمود. كل شباب رشيد سيكون هناك. كم أنا متشوقة لأشهد يوم عرسك. أحيانا أتعجل هذا اليوم لدرجة أخجل فيها من نفسي، ولكني أحبه، أحب يا سليمة. سيدي محمود ابن حلال وابن خالد، وقلبك فضله على كل شباب رشيد الذين يتمنون رضاك. القلب وما يعشق. أعرف أن كثيرين تقدموا لي أكثر من محمود مالا وجاها، وأعرف أن محمود يحاول أن يبني مستقبله بأظافره، ولكني أهواه يا سليمة. حتى ولو كان فقيرا ولن أرضى بغيره، حتى ولو كان لديه كل كنوز الأرض. لا يفرغ لك حديث أبدا مع سليمة.
أبدا يا أمي، كنت أخذ رأيها في الرداء الذي سأرتديه غدا في حفل قراني خديجة بنت الشيخ فضل الغنيمي. ومتى سنفرح يا ست الحاجة بعروس رشيد؟ عندما تتخلص من رفضها لكل طالب يطرق بابنا. أمي، أليس من حقي أن أختار؟ لم يكن لي خيار ولا رأي عندما تقدم أبوك لخطبتي. ده كان زمان يا أمي. ألا تريدين أن تكون ابنتك سعيدة؟ غاية المنى، ولكن كل من في سنك من بنات رشيد أصبحن أمهات، وبعضهن معه أربعة أو خمسة من العيال، وأنت فيما رفضك ولماذا انتظارك؟ إنها تنتظر لعدلها يا ست الحاجة. طيب، وعدلها ليس غريبا عنك. سليمة، دعيني أصارح ست الحاجة يا ست البنات. أرى أن سليمة تعرف من أسرارك أكثر مني. أبدا أبدا يا أمي، أنا أصل سليمة. بصراحة يا ست الحاجة، سيدتي زبيدة قلبها مشغول بابن الست فاطمة. فاطمة أختي؟ نعم زبيدة. من؟ رضوان أم؟ بل سيدي محمود. يا حبيبتي، أمي، أنا أصل زبيدة. تبكين يا ضنايا؟ أمي، أنا فعلا أحب محمود وهو يحبني. أنا أمك يا زبيدة، لا أعلم، أنا أقرب الناس إليك وأولى الناس بأن تعرف مكنون قلبك. منعني الحياء أن أبوح لك بما في صدري. يا حبيبتي، مسيو مجلو قنصل فرنسا العام. بونسوار مسيو. بونسوار مسيو. بونسوار مسيو. اسيبو سيو بلي. نرحب بكم هنا في رشيد كممثلين للجالية الفرنسية في بر مصر، ونرحب بصفة خاصة بمسيو مجلو قنصل فرنسا العام، ومسيو بودو مندوبا عن التجار الفرنسويين في القاهرة، ومسيه روما من دمنهور، ومسيه برنار من أسيوط. واسمحوا لي قبل الاجتماع أن نشرب جميعا نخب الجمهورية الفرنسية. مسيه مجلو. مسيه. على فرنسا. على فرنسا. نشكر مسيو دافيد على دعوته لنا هنا في رشيد للنظر في أمور الرعاية الفرنسية في مصر. وفي الواقع فكرة لقائنا هنا في رشيد بعيدا عن العيون والبصاصين فكرة حسنة. كانت فكرتي أنا يا مسيو ماجلون. ونحن هنا على كل حال، ومعنا ممثلون للجالية الفرنسية في مدن مصرية كثيرة، وأنا بصفتي ممثل حكومة الديريكتوار، ويهمني مصلحة الجمهورية الفرنسية، وكذلك يهمني مصالح الجالية الفرنسية في مصر والتجار الفرنسيين في مصر أيضا. ولذلك يجب أن نناقش المشاكل التي نتعرض لها وكيفية التغلب عليها.
متاعبنا يا سعادة القنصل هي أن المماليك أناس ليس في قلوبهم رحمة، كل ما يهمهم هو جمع المال، ونحن نعاني كثيرا ومتاعبنا كثيرة إذا رفضنا دفع الرسوم الكثيرة والضرائب المختلفة التي نفاجأ بها كل يوم. العربان هجموا على قافلة كانت تحمل بضاعة تخصني، وقد علمت أن أغا البحيرة كان على علم بهذه الهجمة وأنه تقاسم الغنيمة معهم. وإذا شكونا يقولون ماذا نفعل مع اللصوص رغم علمنا بأنهم شركاء؟ عندما وقع شيخ البلد إبراهيم بيه معاهدة مع الحكومة الفرنسية التي فوضتني في التوقيع عليها بصفة قنصل فرنسا العام، اعتقدت أن الجالية الفرنسية ستتمتع بوضع خاص، ولكن مع الأسف هؤلاء المماليك لا يحترمون المعاهدات. واسمحوا لي يا سادة أن أقول لكم أننا إن تعرضنا لبعض المشاكل فنحن لا نتعرض لها وحدنا، بل يتعرض لها أيضا كل الأجانب، بل والمصريون أيضا. وأنا وقد عشت هنا في مصر أكثر من 30 سنة وعرفت قيمة مصر. واسمحوا لي يا سادة أننا إن تحدثنا عن بعض المتاعب الشخصية فأنه الأهم أن نتحدث عن فرنسا ومصلحة فرنسا كلها. يا سعادة القنصل العام، نحن اجتمعنا هنا لنناقش مشاكلنا. سيوضح لنا مسيو ماجلون ما يقصده يا مسيو دافيد. سأوضح، وإن كنت أعتقد أن ما قلته ليس في حاجة إلى مزيد من الإيضاح. مسيو دافيد، إن أردنا أن تزدهر تجارتنا فيجب علينا أن نفكر في تجارة فرنسا كلها، وأحسن وسيلة لرفع ظلم المماليك هو أن تحكمنا فرنسا وليست جماعة المماليك. تحكمنا فرنسا؟ كيف؟ كيف بالله عليك يا مسيو ماجلون؟ إذا امتدت أذرع الجمهورية الفرنسية إلى مصر، أي إذا أصبح حكام مصر فرنسيين. تقصد أن تحتل فرنسا مصر؟ نعم، أن تحتل فرنسا مصر. فكرة رائعة، وهل هذا ممكن؟ طبعا ممكن. كيف؟ إن جيش فرنسا العظيم بقيادة نابليون بونابرت قد احتل إيطاليا في أيام قليلة، هذا الجيش العظيم يستطيع أن يحتل مصر. فكرة رائعة مسيو ماجلون، كيف غابت عنا هذه الفكرة؟ اسمحوا لي أيها السادة أن أحيي مسيو ماجلون. مسيو ماجلون، مسيو ماجلون. لقد أرسلت عدة تقارير إلى حكومة الديركتوار، وسأسافر بنفسي إلى باريس لمقابلة مسيو تاليرون وزير الخارجية لأناقشه في الموضوع بنفسي. فقط أرجو أن يكون هذا الاجتماع سرا بيننا، واحذروا البصاصين والتجار الإنجليز. نعم، التجار الإنجليز إنهم أخطر علينا من المماليك. رائحة هذا البخور تدغدغ الحواس يا زمزم، ويدي تزيل التعب من هذا الجسد المر. ألا تعطي لجاريتك المخلصة زمزم لحظات تكون فيها لها وحدها؟ لو انفلت زمام الأمور من يدي لضاعت وضاعت البلاد. أما إذا ضعت أنت يا زمزم فالخسارة يمكن تعويضها. أما أنت عندي فلا يمكن تعويضه يا سيدي وتجراسي. أصابعك بلسم يا زمزم.
وصلت رسالة بالرشيد لسيدي على وجه السرعة. رسالة يا سيد، أتى بها رسول من رشيد على وجه السرعة. أعطيني إياها. جهزي لي ملابسي بسرعة. أهو أمر خطير؟ وحتى لو لم يكن خطير فسأجعله يبدو هكذا حتى تتعاظم أهميتي ويعمل الكل حسابي. أبلغتنا عيوننا يا جناب القنصل أنك وبعض التجار الفرنسويين كنتم مجتمعين في دار المدعو داود في رشيد. أجب بنا مولاي يا خواجة، فالصمت هنا ليس إجابة بل إدانة. نعم يا بكوات. ولما كان هذا الاجتماع يا جناب القنصل؟ إنه كان لقاء بين أصدقاء. لزميل، أصدقاء في جنح الليل متنكرين ومتسترين بالظلام، بل مع من أتى من أسيوط ودمياط والمنصورة وكل أنحاء المدن. مسيو ماجالون، هل تريد أن أذكر لك كل الأسماء التي حضرت؟ معلومات مراد به غاية في الدقة. أوي ألوغ يبون مسيو. أجب أجب يا جناب القنصل. في الواقع يا بكوات، كان هذا اللقاء بمناسبة قرب سفري إلى باريس، فقد حضر من حضر من التجار الفرنسوية ليودعوني أو يحملوني رسائل إلى ذويهم. هذا كل ما في الأمر. أوي وي مسيو، أكمل. هل لديكم معلومات غير ما قلت؟ استدعيناك لنسألك يا خواجة لا لتسألنا. أمتأكد أنت يا جناب القنصل أن هذا الاجتماع لم يكن به دسائس أو مؤامرات؟ ضد من يا إبراهيم بيه؟ أجب دون أن تسأل. إذن لم تكن هناك مؤامرات أو دسائس، فالمجتمعون تجار وليسوا رجال سياسة. تجار مسيو ماجالون، التجارة هي التي تحرك السياسة وهي مفتاح الحرب يا خواجة. على كل حال يا مراد بيك، لقد أفصح جناب القنصل عن سبب الاجتماع الذي أثار ريبتنا. ولو ثبت عكس ما قلت فسيكون لنا شأن آخر، فعيوننا لا تغفل وسيوفنا دائما جاهزة عطشة لقطع الرقاب. أتنسيون مسيو ماجيلون. جي كومبري مراد بي، فهمت إبراهيم بي. لست في عجلات من أمري يا لورا، ولو أردت الزواج لتزوجت منذ سنين. ألا ترقصين مجاملة لخديجة؟ ها، بل ترقصين أنت يا لورا وترينا كيف ترقص الإنجليزية رقصا شرقيا. أنا؟ نعم، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هيا يا بنات هيا. سأريك يا لورا كيف ترقص بنات رشيد. هيا يا بنات. يا
أختزنه لزوجي فقط. أخيرا التقينا يا زبيدة، تطردين الغياب عني غصب عني يا محمود. لو بيدي لما افترقت عنك لحظة واحدة. جملة مكسورة يا حبيبي. أتخيلين من زوجي المستقبل يا زبيدة؟ بل أريدك زوج الحاضر، زوج هذه اللحظة. لو أن أبواب السماء تفتحت الآن وسمعت نبض قلبينا. تفتحي أبواب السماء، ترفقي يا أقدار، اجمعي شملنا واكتبين على صفحات زوجين حتى نهاية العمر. حتى نهاية العمر. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عفوا يا مولانا. ماذا وراءك يا حلبي؟ لقد وقع حادث فظيع في حارة الصناديقية، والناس هناك في قمة غضبهم وهياجهم. أي حادث يا حلبي؟ قتل أحد فرسان المماليك المعلم خميس الجزار، لأنه منعه من أخذ اللحم دون أن يدفع له الحساب. قتله؟ متى حدث ذلك؟ منذ ساعة، وقد احتجز الأهالي هناك القاتل ومن حضر معه من الشلبية، ولكن الأغا حضر بنفسه وأفرج عنهم مما ضعف من ثورة الأهالي. وقد طفح الكيل ونفد الصبر، لعنة الله على المماليك. يا مولانا، الأهالي قادمون إلى هنا ومعهم جثة الشهيد، يستنجدون بالأزهر وشيوخه. ألستم حفظة كتاب الله وقادة الأمة الإسلامية؟ ما حدث يستوجب منكم وقفة تعلو بها كلمة الحق؟ نحن للأمانة حافظون، لنصلي على الشهيد في الجامع الأزهر، ثم سأخرج إلى الناس أدعوهم إلى أن يظهروا غضبهم لما اقترفه المماليك من جريمة نكراء، ويطالبوا بالقصاص، بل لا بد من القصاص.